الفنانون لم يكن من المفترض أن يلعبوا تلك الأدوار. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، هل تعلمون كيف يبدو هذا؟ المخرج جيد جدا، والسيناريو أكثر من رائع، والمصورون يلتقطون مشاهد خلابة، ولكن كل شيء يعتمد على الممثل، فهو أو هي لا يصلح أو لا تصلح لهذا الدور، مما يشوه الصورة العامة للفيلم، وذلك يحدث أكثر مما تتصورون، لأن الفنان المشهور لا يستطيع أن يندمج مع الشخصية، وأحياناً بسبب خصائص التمثيل من حيث قدرات الممثلين أنفسهم أو جرافيك الكمبيوتر، فالأسباب يمكن أن تكون كثيرة. لذلك سنعرض على حضراتكم في هذا الفيديو فنانين قد تعرضوا للنقد بسبب الشخصيات التي قاموا بأدوارها. هل هذا النقد كان على حق أم لا؟ سنرى الآن. دانييل راتكليف. نقول بصراحة بأننا لا نعلم من الذي جاءت إليه فكرة أن دانييل راتكليف، وهو ممثل بريطاني الذي أصبح نجماً بعد دوره في هاري بوتر، سيكون بديلاً ممتازاً لفيك جاكمان في دور وولفرين. بالفعل هو اختيار غريب جداً، وعلى الرغم من أن راتكليف لديه لحية، إلا أن هذا يعد اختياراً مجازفاً جداً. ليس من المدهش أن هذا الاختيار يقلق الناس حول العالم، فيوجد أيضاً عدد لا بأس به بالفنانين. على أي حال، رد راتكليف على أسئلة المتابعين في محركات البحث، والتي كان من بينها سؤال ما إذا كان سيقوم بدور وولفرين، وقال نعم هذا حقيقي، سيكون هناك فيلم جديد لوولفرين الذي سيبدأ بأن فيك جاكمان سيظهر في آلة الغسيل، وعندما يخرج من تلك الآلة سأكون أنا، لذلك نعم أنا سعيد جدا أن أعلن عن ذلك. كل شيء كان على ما يرام بالحس الدعابي للممثل، ولكن ليس كل المتابعين فهموا الدعابة، فالبعض شك في أن تلك الدعابة تخفي وراءها حقيقة مثيرة، وسرعان ما بدأوا في نقد هذا الاختيار في القيام بدور وولفرين. ويل سميث. عندما ظهرت المقدمة الافتتاحية لفيلم علاء الدين للمخرج جاي ريتسي، والناس رأت لأول مرة ويل سميث في شخصية الروح الزرقاء، كان هذا بالنسبة لهم شيئاً صادماً، ليس بالمعنى من أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا في غاية السعادة، بل على العكس كانوا في غاية الاندهاش. وظهرت المشاهد الأولى من الفيلم في الإنترنت قبل ظهور المقدمة الافتتاحية، عندما كان جلد ويل سميث عادياً، حيث لم يلقى هذا إعجاب العديد من المتابعين. لقد كان الجميع متوقعين أن يروا الجن في الصورة التي تعودوا أن يروها في أفلام الكرتون، أي أن يكون أزرقا. حينئذ قام الفنان بتهدئة الجمهور وقال بأنهم عما قريب سيرون جنا أزرق، وقام ويل سميث بتنفيذ ما وعد به، ولكن على ما يبدو عبثا فعل ذلك. المقطع واجه العديد من الانتقادات، اعتبر رواد التواصل الاجتماعي الشخصية التي قام بدورها ويل سميث بأنه اختيار غير موفق. على سبيل المثال، لدى الإعلان الترويجي 109 آلاف علامة على عدم الإعجاب مقابل 68 ألف علامة إعجاب. اعتقد المشاهدون بأن الجن في فيلم جاي ريتسي لا يبدو رخيصا فقط، ولكن ليس في مكانه، فعلى ما يبدو أن وجه ويل سميث الذي تم تركيبه على جسد ثلاثي الأبعاد كان مثيراً للسخرية، فأطلقوا على سميث أسماء عديدة مثل القزم القنطور، وتوسلوا في نسيان الشخصية المحرفة وعدم النظر إليها. كريستين ستيوارد. بدا أن كريستين تستطيع التغلب على فانتازيا المغامرات في فيلم بياض الثلج والصياد، بعد أن قدمت العديد من حلقات فيلم الشفق، خاصة وأنها اكتسبت العديد من الخبرة كممثلة وتعودت على الوقوف أمام الكاميرا، وكان ينبغي أن تتقن الدور في تصوير قصص الأخوين غريم، ليس بنسبة 100%، ولكن بصورة أكبر، إلا أن كريستين لم تستطع أن تتقن الدور. نحن لن نسخر من تعبيرات وجه الممثلة، ففي نهاية المطاف ليس هذا هو ضمان التمثيل الجيد، لكن مع وجود شارلز تيرون التي كانت تقوم بدور الملكة الشريرة، بدت نقائص كريستين واضحة. توفر غريس. جمهور الإنسان العنكبوت كانوا في انتظار الجزء الأخير لثلاثية سام رايمي، إلا أنه خيب رجاءهم،
فيكفي أن تتذكروا رقصة بيتر. لا، من الأفضل ألا تتذكروا ذلك. بالطبع المشاكل مع فيلم الرجل العنكبوت الجزء الثالث بدأت من السيناريو، لكن العديد من الغضب تم صبه على توفير غريس ومن قام بدور آيدي بروك أي فينوم. واعتقد ريمي حتى النهاية بأنه لا يوجد مكان لهذا الشرير في صورته، وكان هذا له تأثير على النتيجة حيث لم يظهر فينوم الوحش الشرير الذي كان من المفترض أن يكون، ولم يترك انطباعا بالخوف لدى الناس بقدر ما ترك انطباعا بالعصبية. كل هذا بالطبع كان ضد الممثل والمخرج الذي لم يتعب نفسه في اختيار أحد الأبطال المهمين في الفيلم. فالفيلم كان من الممكن أن يصبح رائعاً، وبدأ كل شيء في الانهيار بعد عدم التوفيق في اختيار الممثل وعدم التوفيق في تجسيد الشخصية. بعد الجزء الثالث من الرجل العنكبوت تم وضع بيتر باركر على الرف في عالم السينما، إلى أن ظهر مجدداً أندرو غارفيلد. على أي حال، هذه قصة أخرى. كيانو ريبس. الإنترنت يعشق كيانو ريبس كإنسان وممثل، إلا أن الأمر لم يستمر طويلة. وصف النقاد تمثيله الفني بأنه رائع، ولكن ليس للدرجة، على الرغم من أن هذا كان اتهاماً ليس مبنياً على دلائل كافية، ولكن ليس في فيلم دراكولا. بالفعل كان الفنان لديه مشاكل مع القيام بهذا الدور، يقولون إنه حاول جاهداً القيام بالدور لدرجة أن الجهد المبذول كان واضحاً على وجهه. وهذه كانت حقيقة في بعض الأحيان، لأن ريبس اضطر إلى تقليد اللكنة البريطانية وركز كثيراً في الدور حتى لا يبدو بالجمهور بأنه يتصنع. وفي النهاية استطاع ريبس بالتحدث باللكنة البريطانية، ليس بشكل مقنع بالطبع، لكنها كانت بريطانية على أي حال. ولكن بالمقارنة مع الشخصيات المشهورة التي اشتركت معه في الفيلم وهم البريطانيان غاري أولدمان وأنتوني هوبكنسون، كان تمثيل الفنان ريبس ولكنته البريطانية لم تكن كافية. الفارق الذي يشعر به الفنان وهو يقوم بدور معين يكون ظاهراً جداً للعين، والنقاد بالطبع لم يلتزموا الصمت. صوفيا كوبولا. إذا كان الفنانون الذين تم ذكرهم من قبل ظهروا في أماكن ليست لهم أو أصبحوا ضحايا لمخرجين فاشلين، فإن صوفيا كوبولا قضت على مشوارها الفني الذي لم يبدأ بعد. من الذي استطاع أن يفكر بأن شيئاً ما من هذا القبيل يمكن أن يحدث؟ عندما اضطر فرانسيس فورد كوبل للبحث عن بديل واينونا رايدر التي فضلت العمل مع ستيم بروتن وجوني ديب، فوقع اختياره على ابنته، وكان هذا خطأ. الجزء الأخير من ثلاثية العراب لا يصل إبداعه الفني للجزئين السابقين في مواقع كثيرة. كانت شكاوى النقاد تتعلق بكيفية قيام كوبل بالقيام بدور ماري، فبين ماري وفينستون مانتونسيني الذي لعب دوره إيدي غارسيا لا يوجد أي تناغم مشترك بينهم. وفي مشهد مقتل ماري، ذلك المشهد الذي كان من المنتظر أن يكون هو أكثر المشاهد المؤثرة، لم يكن كذلك في الحقيقة. كوبل أكد أن صوفيا حصلت على الدور وفقا للقواعد، ولكن من الصعب أن تصدق أنه لم يجد فنانة أخرى بدلا منها، فنانة تستطيع أن تمثل بحق. حصلت صوفيا على دورها في فيلم العراب الجزء الثالث على جائزتين التوتة الذهبية، وبعد ذلك ارتبط اسمها بالتصوير. على أي حال، الفتاة كانت مخرجة موهوبة ومؤلفة سيناريو، وفيلمها ضائع في الترجمة، حصل على جائزة الأوسكار وجائزة الجولدن جلوب. دان ديهان وكارلا ديليفين. دان ديهان هو ممثل موهوب بلا شك، قادر على تمثيل أي دور، إلا أن لوك بيسون أخطأ باختياره للقيام بدور في فيلم عن الفضاء، لأنه أولاً فاليريان الذي قام بدوره ديهان لا يذكرنا بالشخصية في الكوميكس، ثانياً ديهان نفسه لم يتعود أن يلعب دوراً في مغامرات المقاتلين حول الكواكب البعيدة وعوالم الفانتازيا. بالطبع ديهان فعل كل شيء متعلق به، ولكنه لم يستطع حتى النهاية أن يندمج في شخصية لم يعتد عليها تماماً، وهو متخصص في الفضاء. فها هي موهبة عظيمة لم تستطع أن تنقذ الفيلم عندما لم يكن الدور مناسباً بالنسبة لصاحبها، خاصة إذا كان هذا الدور من الأدوار الرئيسية. وأيضاً كارلا ديليفين التي كانت تقوم بدور البطل الثاني من حيث الأهمية لم تستطع أيضاً أن تقوم بدور شريكة ديهان وحبيبته، لم تكن لديها الموهبة الفنية الكافية، ولذلك بدلاً من أن ترى فيلماً خيالياً كانت هناك تأثيرات خاصة ممتازة،
وأشخاص ما تجري. ليس من المدهش أن المشاهدين والنقاد كانوا غير راضين عن الفيلم. ناتالي بورتمان، من الصعب أن تصدق هذا، ولكن الجزء الأول من فيلم الثور ظهر على الشاشة منذ 8 أعوام ولقي استحسانا من الجميع، وهذا ساعد كريس هيمسوورث أن يقوم بمشوار فني رائع. لكن كل شخص رأى الفيلم لاحظ شيئا ما غريبا في قصة الحب التي كانت بين الثور وجين فوستر. كانت البطلة ناتالي بورتمان في الجزء الأكبر من الفيلم، لا أريد أن أقول بأنها لم تمثل، ولكن كانت تتحرك بشكل أوتوماتيكي، لذلك هي تاهت مع وجود ثور، على الرغم من أن جين في عالم السينما جعلوها فلكية، ولكن هذا لم يساعدها. منذ البداية قررت مارفل أن تأخذ بورتمان للقيام بهذا الدور، ليس لأنها أظهرت اهتماماً جاداً، ولكن بفضل جائزة الأوسكار التي حصلت عليها على دراما البجعة السوداء، وهذا كان واضحاً جداً. في الثور كانت ردود فعل ناتالي بورتمان طبيعية على الأحداث التي تجري من حولها، لم يبقى شيء سوى أن نتخيل شكل الفيلم إذا كانت هناك ممثلة أخرى قامت بدور جين فوستر. ستون وسيدلر وسكارلاتوس. كلينت ستوفورد ليس فقط ممثلاً مشهوراً ولكن مخرجاً موهوباً أيضاً، فمن أعماله على سبيل المثال النهر الغامض وفتاة المليون دولار وأيضاً أفلام أخرى من المستبعد أن يفخر بها، لأن ستوفورد يحب التجربة وتجاربه ليست في كل مرة تصيب. وعندما قرر المخرج أن يصور فيلماً عن الهجوم على قطار الذي وقع في 21 من أغسطس عام 2015، دعا الممثلين المحترفين إلى القيام بأدوار الأبطال الرئيسيين، ولكن بعد ذلك غير رأيه، وفي الفيلم ظهر المشتركون الحقيقيون في الأحداث، وهو سبانسر ستون وأنتوني سيدلر وأليكس كارلاتوس، الذين قاموا بتحييد المجرمين وجذبوا أعين واهتمام الرأي العام، والذي كان نتيجة لذلك هو فيلم وستفود. بالطبع لا يوجد اختلاف، هم بالطبع أبطال، ولكن هناك الكثير من الناس مدينون لهؤلاء الثلاثة، شباب بحياتهم، ولكن لا أحد منهم يعد ممثلة. حتى وإن لم تكونوا قد رأيتم فيلم القطار إلى باريس، لعلكم تفهمون ما الذي نود أن نشير إليه. فالأبطال في الحقيقة ستون وسيدلر وسكارلاتوس لم يستطيعوا أن يكونوا منفتحين على الشاشة، لأنهم لم يكن لديهم الموهبة في ذلك، وكانت النتيجة أن اختيار الممثلين كان له تأثير كبير على جودة الفيلم نفسه، وأيضاً على علاقة المشاهدين والنقاد له. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.